ايه السر يعني؟ دي اصل ده سر كل خلينا منطقيين. الغالبيه العظمى طبعا من الناس بيشجعوا كره قدم، فيقول لك ايه السر في كره اليد دي دايما ناجحه، دي دايما في لعيبه عظيمه، دي دايما في منظومه جيده، ايه السر؟ هو بص انا مش عارف السر فين. احنا منظومتنا كده حلوه يعني، احنا مبهره. لا يعني اقصد احنا دايما احنا اتربينا على كده يعني انا سواء اتربيت في نادي الزمالك او منتخب مصر بنشتغل بمجهود وبنشتغل بمفهوميه يعني مثلا ساعات يعني لا يعني مثلا لو جه حد اتكلم معايا في اداء لاعب في اختيار لاعب نقدر اتكلم. مثلا لما الاقي حد مثلا في الكوره يجيب مثلا مدرب مش كويس او لعيب مش كويس اقول يعني يعني ما فيش حد يشوف الكلام ده يعني ما فيش حد عنده رؤيه طبعا. على اي اساس القرار اتاخد؟ فدايما كره اليد دايما كده في مراجع لما بتبطل ونخش الاداره يعني انا دخلت الاداره مش التدريب دكتور حسن تبناني وقال لي دوس واقرا في الاداره وخدت شغل بقى مع وكاله ساعتها مدام امال موجوده واتعلمنا دكتور كريم مراد واشتغلنا وخدنا نفس الايه مشينا على نفس السطر ونفس المدرسه وفي نفس الوقت بقى في اداريين وفي نفس الوقت مدربين مدربين والاداري اللي هو مدير الفرقه لعيب يعني لما يجي مثلا انا جاي اكلم لعيب هو عارف ان انا لعيب دولي غير لما يجي يكلم مدير فرقه ما عندوش خبراته مش فاهم شغله ما عندوش هاندبول يعني انا لو مدير فرقه ما عنديش هاندبول مش هتكلم وفي نفس الوقت كتير. انا مش عايز المدير الاداري ده يبقى مجرد لعيب واسطوره بس انا عايزه يبقى زي ما حضرتك قلت كده اتعلم الاداره بالظبط يبقى اشتغل يبقى ده شغلي وفي نفس الوقت كان في صغري لما ابتديت اخش الاتحاد كانوا بيخلوني اعمل كل حاجه بنفسي انزل والف طب يا جماعه هاتوا لي اداري مساعد لا ما دام امال تقول لي لا اتعلم فالاول كنت مستاء لان انت بتبطل نجم تلاقي نفسك رايح تقف على شبابيك التصاريح وتعمل الشغل الاداري بنفسك لما كبرت شويه وبقيت مدير المنتخبات عرفت ان ده كانت اكسبيرينس كبيره جدا بقيت وانا قاعد اي حد يقول لي حاجه بقول له لا انت هتعمل كذا هتروح كذا التفاصيل. هتخلص بقى عندك تفاصيل كتيره جدا في كل الحاجه وبقى عندك خبره حلوه وفي نفس الوقت الدكتور حسن والمجموعه اللي كانت موجوده ودي اداره اتحادات مش دكتور حسن بس كل رؤساء الاتحاد اللي جم بتلاقي لما بتلاقي في حد عايز يشتغل بيسقلك بيديك دورات بيديك كورسات بتخش بترشح في الاتحاد الدولي من اعضاء اللجنه الفنيه او الاداريه يبقى في تفاصيل كتير فهي منظومه دايما ماشيه بوتيره واحده صحيح وفي نفس الوقت احنا عندنا ثقافه المكسب يعني كره اليد افريقيا يعني افريقيا عالميا اولمبيا اللعيبه لما بتدوق المكسب بتلاقي عندها موضوع الهزيمه بيبقى صعب شويه صحيح دايما حاجة مفرحة ودايما حاجة مشرفة ومنظومة بصراحة كابتن دايما بقول ايه يا ريت كلنا نغش من منظومة كرة اليد نغش كل الألعاب مش بتكلم بس على كرة القدم بس كله يغش من كرة اليد عشان منظومة محافظة على نجاحها بصراحة دايما دي حاجة طبعا بتشرفنا وأنا أتمنى كل الألعاب يعني أنا كمصري أحب أشوف منتخب السلة ناجح منتخب الفولي منتخب الكورة بس كل حاجة بتاخد وقتها وقت. أنت صح. عشان تبني جيل قوي احنا برضو ما ننساش يعني انا لو جبت منظومة ادارية في اي لعبة في اتحاد وما عنديش بقى القماشة والخامة اللعيبة فاحنا لازم برضو في نفس الوقت ما هو النجاح بيجي منين من منظومة تيجي تدير صح. وتحط خطة استراتيجية لمدة 10 سنين صحيح. انت عشان تعمل مثلا تطلع جيل لازم تقول مثلا هاخد 2000 وكذا الاربع اجيال دول هطلع منهم الفترة الجاية فريق قوي جدا يقدر يؤدي لي باداء ايه باداء قوي صحيح وتشتغل عليه بقى مع طبعا دعم اللجنه الاولمبيه والوزاره وتعمل برنامج جيد هتلاقي فيه نجاحات كتيره يعني